مشاهدينا أسعد الله صباحكم بكل خير وين ما كنتم تتابعونا داخل قطر أو حتى خارجها. صباحكم مليء بالابتسامة بالطاقة والحيوية. صباحنا يوم الاثنين 15/5، نقدر نقول مر نص الشهر وما بقى إلا أيام قليلة معدودة، وبدأ فعلا العد التنازلي على دخولنا لشهر رمضان. الله يبلغنا إن شاء الله شهر رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بإذن الله. وخلونا نستغل هذا الشيء بما أننا تحدثنا عن رمضان، خلونا كلنا نرفع أيدنا ونقول الله إن شاء الله أكيد يشفي كل مريض سواء في قطر، في كل أنحاء العالم، في كل الوطن العربي. الله يشفيهم ويرجعهم إن شاء الله لنا بالسلامة. وبالإضافة إلى ذلك الله يوفق طلابنا طالباتنا سواء كانوا في قطر أو حتى خارج قطر، لأن أيضا نقدر نقول ما بقت إلا أيام قليلة على الدخول على الامتحانات، فالله يوفقهم إن شاء الله جميع. وإن شاء الله أيضا إحنا من خلال برنامج في الضحى نكون حريصين على تسليط الضوء على كل الفعاليات اللي راح تكون مقامة بمناسبة أكيد الاستعداد للامتحانات طبعا لطلابنا وطالباتنا. بالإضافة لذلك أكيد راح تكون هناك العديد من الفعاليات نقدر نقول المسبقة أكيد لشهر رمضان، فإن شاء الله كل شيء راح يكون عندنا وكل جديد راح يكون تحصلونه هني في في الضحى. ولما نتكلم عن الجديد أكيد راح نعرف شنو راح يكون وشنو راح يصير في بورصة قطر والجديد هذا اليوم، لكن مع زميلتنا سلام عمرو نقول لك أسعد الله صباحك بكل خير. نعم صباح الخير شوق، صباح الخير مشاهدينا الكرام، نحن معكم مباشرة من بورصة قطر للأوراق المالية ما قبل افتتاح المؤشر العام. نذكر أنه بالأمس أغلق على تراجع بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 10061 نقطة، وذلك بتأثير انخفاض قطاع العقارات والبنوك. قطاع العقارات الذي انخفض أكثر من 18% وقطاع البنوك والخدمات المالية بنحو 16%. كذلك بالأمس تراجع قطاع النقل ب0.5%، فيما انخفض القطاع الخدمي بأكثر من 14% بعد هبوط عدة أسهم أبرزها الرعاية بنسبة 1.5%، يليه الميرة بنسبة 16%. وقد تصدر سهم التحويلية تراجعات السوق بنحو 2.3%، فيما تصدر سهم فودافون قطر الأسهم المرتفعة بواقع 2.16%. تقلصت كميات التداول لتصل إلى 9,300,000 سهم مقابل 11,960,000 سهم، كما تراجعت السيولة لتصل إلى 205,800,000 ريال مقابل 327,320,000 ريال في جلسة الخميس الماضي. سهم فودافون قطر أيضا تصدر التداولات حجما وقيمة وارتفاعا بالأمس، حجما أو قيمة ب 37,670,000
ألف ريال من خلال تداول 4 مليون سهم على فودافون قطر. يذكر أنه اليوم بدأت أسعار النفط العالمية التداولات في السوق الأسيوية على ارتفاع ب2% ليصل مزيج برنت إلى 51 دولارا و64 سنتا للبرميل. في هذه الأثناء المؤشر العام يبدأ ثاني جلسات الأسبوع، وهذه الجلسة اليوم هناك العديد من الشركات، كذلك هناك العديد من الشركات المنخفضة. سعيد بروة، قطر وقود الإجارة، أريدو، QMB، المصرف قطر والمستثمرين. إذن يبدأ المؤشر العام ثاني جلسات الأسبوع على انخفاض ليصل إلى مستوى 10,049 نقطة. هذا المستوى جاء بعد انخفاض بنك قطر الوطني، المصرف، أريدو، وأيضا قطر للتأمين، المستثمرين وقود. إذن كبرى الشركات المدرجة والتي لها تأثير على المؤشر وثقل على المؤشر العام تدفعه نحو الانخفاض ليصل إلى 10,049 نقطة، في حين قد ارتفعت مزايا قطر لتصل إلى 12 ريالا و25 درهما، وأيضا المتحدة للتنمية ارتفعت لتصل إلى 19 ريالا و17 درهما، وأيضا بنك الدوحة وصل إلى 31 ريال و80 درهم، ناقلات 19 ريالا و8 دراهم، وأيضا الإيجار ارتفعت لتصل إلى 17 ريالا و33 درهما. إذن الشركات المرتفعة هي شركات يعني قليلة السعر عادة، مثل مزايا قطر المتحدة للتنمية، أيضا الإيجار، ناقلات، وفودافون قطر التي تواصل ارتفاعاتها. بالأمس وجدنا بأنها كانت من أكثر الأسهم ارتفاعا، وأيضا الأنشط من حيث القيمة وأيضا أحجام التداولات. واليوم تواصل هذا الارتفاع لتصل إلى 9 ريالات و54 درهما، وهذا الارتفاع من 9 ريالات و43 درهما سجلت بالأمس. لكن بروة منخفضة وصلت إلى 33 ريال و35 درهما مقابل 33 ريال و45 درهما سجلت بالأمس. وقود التي تراجعت من 121 ريال و50 درهم إلى 120 ريال و30 درهم سجلت حتى الآن. أريد والتي هي من كبرى الشركات تتراجع 10 دراهم فقط من 105 ريالات و90 درهم إلى 105 ريالات و80 درهم. يأتي ذلك يعني في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية في السوق الأسيوية بنحو 2% مقارنة مع أغلاقها يوم الجمعة الماضي، وقد وصلت إلى 51 دولار و64 سنتا للبرميل. أيضا هناك العديد من الأحداث ينتظرها أو تنتظرها الأسواق العالمية هذا الأسبوع، من بينها القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الياباني عن الربع السنوي الأول يوم الخميس، وكذلك عن طلبات إعانة البطالة الأسبوعية. فمن المتوقع أن تسجل المستوى 240,000 بعد انخفاضها في القراءة السابقة إلى 236,000. وهناك العديد من الشركات في الأسواق العالمية تفصح عن بياناتها الفصلية عن الربع الأول هذا الأسبوع من المتوقع، وقد تؤثر أيضا على أسعار الأسهم العالمية التي وجدناها يعني تتباين خلال الأسبوع الماضي. وأيضا كان هناك العديد من الأسهم العالمية مرتفعة نتيجة ارتفاع أسهم بعض الشركات المدرجة فيها والتي لها الثقل. في هذه الأثناء أيضا يعني لا زالت فودافون قطر على ارتفاع، وأيضا متحدة للتنمية، مزايا بنك الدوحة. لكن كما قلنا منذ بداية الجلسة انخفاض الشركات الكبرى والتي لها ثقل
تنتقل على المؤشر العام كأريد بنك قطر الوطني قطر للوقود المستثمرين أثرت على المؤشر العام سلبا وجعلته ينخفض ليصل إلى 10046 نقطة مقارنة مع 10061 نقطة. إلى هنا ننهي هذه الجولة القصيرة من بورصة قطر للأوراق المالية، لنا عودة بعد نصف ساعة من الآن. والآن عودة إلى شوق وبرنامج فيضحى. يعطيك العافية سلام وشكرا لك، وبإذن الله راح تكون لنا عودة من جديد ونتابع مجريات بورصة قطر. نفس ما شفنا الافتتاح هو كان المؤشر بشكل عام منخفض، فإن شاء الله بإذن الله راح نشوف التغير لكن بعد نصف ساعة من الآن. أما الحين فش رايكم ناخذكم في جولة سريعة على أجمل المشاهد من دولتنا الحبيبة قطر. داري قطر داري شيخ الجود بن ثاني دار الكرامة وذا العز نفديها. قطرنا يحفظ سائر بلاد المسلمين بإذن الله. أما الحين مشاهدينا من جديد أقول لكم صباح الحب صباح الخير والابتسامة، وصباحكم جميل إن شاء الله كجمال ابتسامتكم وجمال قلوبكم. وإذا في كل صباح لازم ناخذكم في جولة سريعة على أهم وأبرز الأخبار المحلية، فخليكم معنا نشوف ما هي أبرز الأخبار. إذا مشاهدينا أولى أخبارنا راح يكون من جريدة الشرق أو بالفيديو صاحب السمو قطر تبذل كل ما في وسعها لدعم اللاجئين. تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فشمل برعايته الكريمة افتتاح منتدى الدوحة في دورته 17 الذي ينعقد تحت شعار التنمية والاستقرار وقضايا اللاجئين، وذلك بحضور كل من فخامة الرئيس المشير عمر حسين أحمد البشير رئيس جمهورية السودان،
وفخامة الرئيس إبراهيم بابكر كايتا رئيس جمهورية مالي، ودولة السيد سعد الحريري رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية، ودولة السيد حسن علي خيري رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية. وعدد من أصحاب السعادة ورؤساء الوفود المشاركين كان طبعا بفندق شيراتون الدوحة صباح أمس. وأيضا حضر الافتتاح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، كما حضره عدد من رجال الأعمال وأكاديميين وبرلمانيين ومفكرين إعلاميين وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، وأيضا ممثلي منظمات المجتمع المدني ضيوف المنتدى. وأكد سمو الأمير في كلمة الافتتاح أن دولة قطر وفاء التزاماتها الإنسانية كعضو في الأسرة الدولية وإدراكا لحجم المأساة التي يكابدها اللاجئون، بذلت وما زالت تبذل كل ما في وسعها للمساهمة مع المجتمع الدولي في تقديم كافة أشكال الدعم للاجئين من خلال المساعدات الإنسانية والإغاثية. ولكننا نؤكد في النهاية أنه يجب أن يكون الحل سياسيا يحقق العدالة للشعب السوري الذي مر بما لم يمر به شعب آخر، لأنه تجرأ على التطلع إلى الحرية والعدالة. إذا مشاهدينا، طبعا كان هذا ختام خبرنا لهذا اليوم، لكن بلا شك إحنا قاعد نشوف فعلا المساعدات موجودة، من سواء طبعا قاعد نشوف المساعدات سواء كانت مالية أو حتى غير مالية تتعدد أشكالها، فيعطيهم العافية الجمعيات الخيرية وإن شاء الله ما راح يقصرون. أما الحين ننتقل مشاهدينا معاكم إلى خبرنا الثاني من جريدة الراية، وشمال الأطلنطي تحتفل بتخريج 450 طالبا وطالبة اليوم. تقيم كلية شمال الأطلنطي في قطر حفل تخريج دفعة 2017 اليوم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، وذلك تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. سيتم تكريم خريجي دفعة 2017 على إنجازاتهم الأكاديمية البالغ عددهم قرابة 450 خريجا وخريجة، واللي راح يطلعون إن شاء الله لأخذ مكانهم في الاقتصاد القطري، حيث يطمحون للمشاركة في بنائه وأن يكونوا جزءا مهما فيه وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030. جدير بالذكر أن خريجي دفعة 2017 سوف ينضمون لأكثر من 5000 خريج من كلية شمال الأطلنطي في قطر، يمثلون تخصصات الكلية الأربعة اللي هي تكنولوجيا الهندسة والعلوم الصحية دراسات الأعمال وأخيرا تكنولوجيا المعلومات. أكيد طبعا إحنا من خلال برنامج في الضحى نقول لهم ألف مبروك طبعا على هذا التخرج، وإن شاء الله تمثلون قطر خير تمثيل من خلال طبعا الشهادة من خلال العمل، وإن شاء الله تكونون قد هذه المسؤولية. ننتقل مشاهدينا معاكم إلى خبرنا الثالث، خلنا نقول هذا الخبر راح يكون رياضي، فنهائي كأس الأمير في استاد خليفة الدولي. أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث ومؤسسة إسباير زون أمس عن استضافة ملعب خليفة الدولي للمباراة النهائية لكأس الأمير، ويدشن نهائي كأس سمو الأمير صفحة جديدة في تاريخ ملعب خليفة الدولي اللي تأسس عام 1976، وخضع طبعا لعملية تحديث بدأت في نوفمبر 2014 لتعديل مواصفات الملعب لتصبح متوافقة مع معايير ومتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للملاعب المونديالية، وشملت بشكل رئيسي إضافة مدرج جديد للجمهور في الجناح الشرقي وبناء سقف لتغطية الملعب وإنشاء متحف رياضي، وذلك إلى جانب إضافة تقنية التبريد المبتكرة واللي ستضمن توفير أجواء مثالية للاعبين والمشجعين أكيد على مدار العام. طبعا بالبداية بما أننا قاعد نتكلم عن هذا الخبر، إذا راح يكون هناك عندنا خبرين ممزوجين لما نتكلم إحنا عن النهائي طبعا كأس سمو الأمير، بالإضافة إلى ذلك الافتتاح راح يكون فعلا هاي شيء مميز، لأن نفس ما ذكرنا الافتتاح طبعا هو هذا أحد ملاعب المؤهلة طبعا ل 2022، والله يوفق إن شاء الله جميع اللعيبة جميع أيضا الفرق اللي كانت مشاركة في الكأس.
آخر أخبارنا لهذا اليوم مشاهدين راح يكون مع افتتاح المرحلة الأولى من بروة المشاف. هالخبر راح يكون من جريدة الوطن، حيث أعلنت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع إنشاء طريق بروة المشاف اللي يربط بين مناطق الوكرة لوكير والمشاف وبين دوار سوق بروة التجاري وصولا إلى الطريق الدائري السادس والدوحة. شملت طبعا المرحلة الأولى التي أنجزت بوقت قياسي، حيث كان تقريبا 3 أشهر افتتاح طريق بروة المشاف بالاتجاه من مناطق الوكرة المشاف إلى الطريق الدائري السادس. إضافة إلى كل هذا أيضا تم افتتاح طريق أنشئ حديثا بمسارين مروريين من التقاطع الشمال دوار مستشفى الوكرة إلى التقاطع قبل تقاطع طريق بروة المشاف مع شارع راس بوفنطاس. كما تمت توسعة المسار المتجه يمينا إلى الطريق الدائري السادس لاستيعاب الزيادة في الحركة المرورية. وأيضا شملت هذه المرحلة افتتاح الاتجاه المعاكس من طريق بروة المشاف المتجه من غرب سوق بروة التجاري إلى مناطق الوكرة لوكير والمشاف. وأيضا راح تشمل المرحلة الثانية من المشروع إنشاء دوار عند مدخل قرية بروة وسوق بروة التجاري لتسهيل الدخول والخروج إلى الوكرة. جميع مشاهدينا اللي ساكنين هناك أو المهتمين بهذه الطرق أكيد يقدرون ويروحون أو أيضا يشوفون حتى من خلال مواقع أهم الأخبار تتعلق بهذا الشأن. إذا مع هذا الخبر مشاهدينا نقدر نقول إن احنا ختمنا جولتنا الأخبارية، لكن نفس ما وعدناكم دائما في برنامج في الضحى حريصين على تسليط الضوء على الفعاليات المتنوعة في قطر. عشان كذي رح ننتقل معاكم من مشروع اللؤلؤة إلى كتارة مع زميلنا سلمان يوسف المتواجد هناك ويحدثنا عن الفعالية اللي تتعلق أكيد بختام أو توزيع المسابقة بما يتعلق بوياك بالتعاون أيضا مع الهيئة أو مش الهيئة العامة، نقدر نقول بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. فتفاصيل أكثر رح نعرفها مع زميلنا سلمان يوسف. أسعد الله صباحك بكل خير. يسعد صباحك أختي شوق، تحية لمشاهدي تلفزيون قطر ومتابعي برنامج في الضحى متواجدين في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة بالتحديد في مبنى رقم 15. قبل قليل انتهى حفل التكريم بالنسبة للطلاب المشاركين في الفعالية العلمية والمسابقة العلمية بالتعاون مع جمعية أصدقاء الصحية أصدقاء الصحة النفسية وياك، كان بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف السيد محمد البن علي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك. مرحبا الله بالخير شيخ. مرحبا حياكم الله في مكانكم. الله يعطيك العافية. بداية قبل شوي ممكن شفنا تكريم الطلاب المشاركين في هذه المسابقة، يا ليت لو تعطينا وتعطي السادة المشاهدين نبذة عامة حول هذه المسابقة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذه المسابقة الحين لثالث سنة على التوالي، هي عبارة عن مسابقة ثقافية نطلقها كل سنة. في البداية كانت المسابقة مرتبطة باليوم الرياضي، ان اثر الرياضة على الصحة النفسية، وتم هذا الامر على مدة عامين. السنة قلنا خلينا نغير شوي وخليناها عن الدافعية بالنسبة للطلاب، لان حسب الابحاث تقول ان الدافعية خفت بين الطلاب، فاحنا حاولنا نشجع الطلاب ان نخليهم يقولون عن شيء اسمه الدافعية، وكان تحت شعار صامل المواصل. بس السنة هذا ايضا من ضمن التغييرات اللي سويناها، اول كان بالطلاب والطالبات الثانوي، الحين سويناها ثانوي واعدادي، ان شاء الله في المستقبل نسويها ثانوي واعدادي وابتدائي. ولا شك ان وزارة التعليم والتعليم العالي حظينا احنا باهتمامهم، وكانت هذه دائما تجي تحت رعاية سعادة وزير التعليم والتعليم العالي الدكتور الحمادي. فالسنة هذه لما دخلنا احنا الطالبات والطلاب الاعدادي والثانوي، لو اشوف انت صار العدد شوية اكبر مع ان الوقت الحين وقت الامتحانات وكذا، السنة الجاية ان شاء الله راح نطورها اكثر ونحاول ندخل الابتدائي. كانت منقسمة الى 3 أقسام وليس قسم واحد. اول كان بس قسم البحث العلمي، السنة هذه لا قسم البحث العلمي والتصوير والرسومات. احنا كان ودنا والله نعرض الافلام الفائزة بالنسبة للطلاب والطالبات، كانت افلام جدا رائعة. احنا بصراحة استغربنا عن هذا الدليل ان هناك في كثير من المواهب خلينا نقول مكنونة عند الطلاب، وهذه فرصة ان المدارس تتعرف على مواهب طلابها وطالباتها، وهذا احنا غايتنا في الجميع كجمعية أصدقاء الصحة النفسية، ان كل هذه الامور كل ما انت قدرت انت يعني تستثمر هذه الامور في 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 حياتك، كل ما كان صحتك النفسية ان شاء الله اوفى واحسن، وكل ما شفت انت متألق وناجح ايضا هذا يعود علينا وعلى الطلاب والطالبات عيالنا بالنفع العام.
فئات كثيرة احنا شفناها، ممكن الرسم، الفيديو، فئات كثيرة. قلت لو تعرفنا على فئات المسابقة اللي كانت موجودة وطريقة اختيار الفائزين فيها. احنا طبعا عندنا لجنة احنا مسوينها كل سنة، هو عبارة عن لجنة، في لجنة علمية، في لجنة فنية، في لجنة ثقافية، اساس يفرزون الابحاث ويفرزون الرسومات ويفرزون الافلام. كان على مدار تقريبا اسبوعين كانت اللجنة تجتمع وتفرز بعناية ودقة كل الاعمال اللي كانت تنعرض لنا. لكن انا اقول لك احنا ما في معنا حد ان شاء الله ما فاز، الكل فاز. احنا عملنا جوائز ترضيه للجميع، لان احنا هدفنا مش الفائز وخاسر، احنا هدفنا الكل يشارك في هذه المسابقه. والحمد لله ان سنة عن سنه احنا قاعدين نتطور والمشاركه قاعده تزيد اكثر، وهذا طبعا بفضل الله اولا ثم بفضل وزاره التعليم اللي صراحه هم دعمونا في حتى في الجوائز، دعمونا في كل شيء. ومثل ما شفت انت يعني الاخوان المسؤولين كانوا موجودين معنا، هذا بحد ذاته يعطي انطباع بالرضا لان احنا كجمعيه، وبالرضا ايضا على الطلاب والطالبات لما يستلمون جوائزهم وهداياهم. حدثنا عن أهمية شراكتكم مع وزارة التعليم والتعليم العالي في مثل هذه المسابقات، وأهمية هذه المسابقات في تطوير مهارات الطلاب. مثل ما قلت المهارات اللي احنا شفناها عند الطلاب بالفعل مهارات عالية، فنون ممكن في مجال صناعة الأفلام وأيضا في مجال الرسم ومجالات مختلفة. نعم، شوف عزيزي، يعني احنا من انا اخوك كنت في يوم من الايام في وزارة التعليم كاختصاص اجتماعي، احنا يمكن ضغط العمل شوي في المدارس ممكن ما يعطينا فرصة احنا نتعرف على إيجابيات الطلاب وإمكانياتهم المكنونة. يمكن احنا نساعد الان وزاره التعليم ان احنا نعرف الوزاره ان والله الطلاب هذول ترى عندهم بالاضافه الى التفوق الاكاديمي اذا جاز التعبير، انه كان في تفوق فني، في تفوق ثقافي، يمكن الحياه والديناميكيه المدرسه والحياه اليوم المدرسي يمكن ما يعطيهم فرصه للاخوه الموجودين في المدارس نكتشفون مثل هذه المواهب. احنا راح نساعدهم على اكتشاف مثل هذه المواهب. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه لا اخفيك ان وزاره التعليم من اقوى وافضل الاماكن اللي ممكن تتعاون معها. ليش؟ لعده امور صراحه. اول شيء انت عندك جمهور متوفر، ولا تنسى ان الطلاب والطالبات هذا بكره راح يطلعون للمجتمع، فبالتالي احنا كل ما قدرنا نحافظ عليهم الان وهم في المدارس من الجانب الخلقي، من الجانب السلوكي، من كل هذه الجوانب، كل ما هذا عاد علينا بالنفع احنا كأسر في المستقبل، ان كل ما انشأنا مجتمع سليم ومتماسك. وانا قلت لكم في الكلمه ان ما يصير احنا نقول والله التعليم انتم لكم الطلاب، احنا ما لنا شغل فيكم، احنا مثلا وزاره الاقتصاد لنا شغل ثاني، وزاره بدل، نعم كل واحد له تخصص، احنا ما ننكر هذا الامر، لكن احنا يجب ان نتكاتف. احنا مجتمعنا مجتمع واحد، ما يصير واحد يهدم واحد يبني، لازم احنا الكل نتكاتف. واحنا كجمعيه دورنا الاساسي ان احنا نتكاتف مع الجميع بخلق مجتمع واعي ومثقف، بالاضافه للصحه النفسيه، لا والله الصحة السلوكية والصحة الحياتية الثقافية، كل هذه الأمور. ختاما علشان ما أطيل عليك، بالنسبة لجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك، بعيدا عن هذه المسابقة شنو أبرز نشاطاتها في مجال دعم الطلاب ودعم مواهبهم؟ الحقيقة كثير أنشطة وكثير برامج نعملها مع وزارة التعليم، هذه يمكن بس برنامج واحد. عندنا برنامج شنو السنة الجاية احنا أطلقناه، وقفنا أساس احنا نقوم، احنا دائما نطلق البرنامج مرة واحدة نسوي تجربة وبعدين نقعد نقيم فيه نشوف ايش السلبيات والإيجابيات. السنة الجاية صار إن شاء الله راح ينطلق بعد بالشراكة إن شاء الله مع وزارة التعليم اللي هي أميمتي غناتي، اللي هو يعني نطلع رحلة بس بين الأم وبنتها، بحيث أن الأم والبنت يكتشفون بعض. ترى دائما في البيت يكون في خلينا نقول قيود معينة، برا على تكتشف مواهب أخرى ممكن ما شفتها أنت. إحنا طلقناها مرتين العام الماضي، السنة الجاية راح نطلقها بقوة. في عندنا المرشد الصغير، دائما القرين بالقرين يتأثر أكثر من المدرس وكذا، راح يعني نخرج ببعض الأطفال أو بالابتدائي بالذات، إن أساس مدة التواصل في المدارس يكون طويلة، ما راح نشتغل مع الثانوي لأنه باقي له سنة وسنتين ويطلع، لا مع الابتدائي نحاول ندخل فيه بعض المهارات اللي خلينا نقول التقويمية، بحيث إنه يكون ناصح لأقرانه. هذه أيضا برنامج ثاني، في برامج صراحة كثيرة بس هذا البرنامجين اللي يحضروني. الشكر لك على وقتك الثمين وعلى هذه الجهود لجمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك. بالعكس الشكر لكم أنتم صراحة كتلفزيون قطر وكل الإعلام اللي يبرز أنشطتنا ويخلي المجتمع يتعرف علينا، شكرا لكم. هذا واجبنا طال عمرك. إذا مشاهدينا الكرام مثل ما ذكرنا لكم احنا متواجدين في المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة، بالتحديد في مبنى رقم 15. قبل قليل كان تكريم الفائزين في المسابقة العلمية بين جمعية أصدقاء الصحة النفسية وياك ووزارة التعليم والتعليم العالي. أما الآن نرجع للسيديو برنامج فيض ضحى مع شوق النقدي.
سلمان يوسف أكيد يعطيك العافية على هذه التغطية. شكرا لك وشكرا لضيفك الكريم على هذه المعلومات. فعلا طبعا ما احنا قاعد نشوف اليوم نفس هذه البرامج نفس هذه المسابقات نقدر نقول احنا فعلا سعيدين وفخورين في نفس الوقت، لأننا قاعد نقول نفس ما شفنا، يمكن حتى قاعد نشوف أن هناك العديد من المسابقات اللي تهدف إلى اكتشاف المواهب سواء طبعا كافة المجالات. نفس ما شفنا هنا يمكن جانب معين ماخذينه هو جانب السينما جانب الفن، فهنيك فعلا في أشياء كثيرة في أشياء مختلفة قاعد نشهدها. من ضمن الأشياء المميزة فعلا تكتشف المواهب، صار هناك طبعا افتتاح في قطر مول، يمكن اللي راح قطر مول شاف هناك، شاف تحديدا قسم الألعاب، شاف طيارة. شنو هذه الطيارة؟ راح نعرف أكثر تفاصيل عنها، راح نعرف أكثر عن افتتاح منشأة طبعا الخطوط الجوية القطرية اللي تهدف إلى اكتشاف المواهب، فتفاصيل أكثر راح نتعرف عليها في هذا التقرير. اليوم مدينة كيتزموندو الدوحة عم تشهد عقد شراكة وافتتاح مع الخطوط الجوية القطرية بمدينة كيتزموندو الدوحة بمول أوف قطر. رح نفتتح اليوم معهد التدريب الطيران للأطفال بكيتزموندو، ورح نزيح الستارة عن الطيارة اللي موجودة بقلب مول أوف قطر. اليوم رح نشوف الطفل كيف بيقدر يقود أو يكون طيار أو يقود طائرة على منشآت التدريب اللي عاملينها نحنا. الولد بيقدر يختبر المهنة من 3 سنين ل 14 سنة، في عدة درجات للتدريب على الطيارة. الهدف تربوي تعليمي، بيعلم الولد من صغره شو حبه للحياة أو حبه للمهن اللي ممكن هو يقدر بعد تخرجه من الجامعة يقدر يفكر كيف بده يروح بأي طريق أو بأي مهنة بده يختارها على كبر. نتمنى نقدر نوصل رسالة للأطفال، الرسالة اللي لازم نوصلها تعليمية تربوية ترفيهية. صباحكم أحبتنا ومشاهدينا، من جديد مستمرين معاكم في جولتكم الصباحية من برنامج في الضحى. خلنا مشاهدين نبتدي أولى فقراتنا لهذا اليوم، راح نتكلم عن جانب الصحة وجانب الطب. فهناك حالة طبية تهاجم الجهاز المناعي، فيها طبعا أنسجة الجسم. هذه الحالة تعرف بمرض الذئبة الحمراء، وهو مرض التهابي مزمن، علاجه يختلف طبعا على حسب نوعه ودرجته وأيضا درجة الإصابة. طبعا في هذه الفقرة يسعدنا نستضيف معنا الدكتور عبد الوهاب العلاف، استشاري أول بقسم أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية، عشان يتكلمنا أكثر عن مرض الذئبة الحمراء، أسبابه، أعراضه، وطرق الوقاية منه والعلاج. أسعد الله صباحك دكتور بكل خير، وصباحك إن شاء الله مليء بالطاقة والحيوية. جزاك الله خير، أهلا وسهلا، صباح الخير يا أشواق. يعطيك العافية دكتور. نفس ما ذكرنا أكيد اليوم بإذن الله راح نسلط الضوء أكثر عن مرض الذئبة الحمراء، فنعرف المشاهدين أكثر بطبيعة هذا المرض.
المرض هو يعتبر مرض مناعي. نعم. يعني هنالك خلل في الجهاز المناعي، بحيث الجهاز المناعي بدلا من حماية الأنسجة والأعضاء يقوم بمهاجمتها. نعم. والسبب في هذا يعني ما نعرف السبب الرئيسي، ولكن نعتقد أنه المريض جينيا أو وراثيا يكون معرض للإصابة، فيحتاج عامل خارجي. العامل الخارجي يجعل الأعراض تظهر بسهولة. العامل الخارجي قد يكون تعرض لأشعة شمس ألترافايلنت لايت اللي هي من الشمس أو حتى الصناعية، أو قد يكون التهاب فيروسي، أو قد يكون تعرض لمواد كيميائية، أو قد يكون تعرض للأدوية. نعم. فخلال هذه العوامل اللي نسميها environmental factor اللي ما هي وراثية، قد يصير تغير بسيط بالبروتينات داخل الجسم. لما يصير تغير بسيط بالبروتين، الجهاز المناعي اللي هو يفتش ويبحث عن أي جسم غريب بالجسم ويحاربه. فلما يشوف هذا التغير البسيط يعتبر أنه هذا الجسم غريب عليه، فيحارب، فيحارب الأنسجة الرابطة في جميع أنحاء الجسم، بالدماغ، بالشعر، بالجلد، بالكلى، بالكبد، جميع أنحاء الجسم. نعم. يعني دكتور نقدر نقول في خطورة بلا شك، يعني في خطورة. بس دكتور، في نقطة ذكرتها بما يتعلق أكيد بالمرض، أنه هو أصلاً قد يكون في الجينات، لكن في عوامل أخرى قد تكون مسببة وتساعد، منها الشمس. طيب لو نتكلم إحنا عن الشمس، يمكن إحنا بشكل عام في دول الخليج عندنا الشمس، عندنا إحنا أصلاً أجواءنا هكذا، فهل الأعراض، هل نسبة المرض يعني عندنا غير عن دول أوروبا بشكل عام؟ الاختلاف الجوهري الرئيسي بين المرض في دول الخليج أو الشرق الأوسط بصورة عامة والدول الأوروبية أو بالويسترن كونتريز، الفرق الرئيسي إنه أنا يعني اشتغلت 26 سنة بأوروبا، والحين يعني بدول الخليج عدة مرات أروح وأجي اشتغلت. فالشيء الرئيسي إنه المرض في الشرق الأوسط بصورة عامة يكون أكثر شدة وحدة من المرض في الدول الأوروبية، وأعتقد هذا هو يعني عوامل كثيرة. من ضمن هاي الأعراض مثل ما تفضلتي احتمال حرارة الشمس. نعم. التعرض للشمس احتمال واحد منهم، لكن الشيء الرئيسي كذلك احتمال الجينات. الجينات الأوروبية تختلف عن الجينات مثلا الميدل إيست أو العربية. نعم. لكن الشيء الرئيسي اللي لاحظته أنه معظم المرضى هنا وغالبية المرضى هنا نتيجة قلة الثقافة الصحية، أنه ما يتعاملون مع المرض كتعامل الدول الأوروبية. فالمرضى يأخذون العلاج، الأعراض اختفت من العلاج، رأسي نوقف الأدوية. فعدم اتباع إرشادات الطبيب وعدم تناول الأدوية بصورة منتظمة هو أحد الأسباب الرئيسية اللي لاحظتها هنا مثلاً في هاي الدول، إنه هذا المريض يصير عنده مرض شديد أكثر، قد يحتاج إلى ينام يدخل بالعناية المركزة لمدة شهر شهرين ثلاثة، قسم قد يفقدون الوعي، قسم قد يفقدون إنه القلب ما يعني يتحرك بالصورة الطبيعية، أو قسم يفقدون حتى وظائف الكلى أو الرئتين. نعم. فالمرض يكون شديد نتيجة عدم خلينا نقول التثقيف الصحي للمرض. نعم. أصلاً دكتور بشكل عام مش فقط حق هذا الجانب، مش فقط حق هذا المرض، يمكن حتى في أمراض كثيرة أن الشخص مثلاً خلاص مثلاً أنت مفروض تأخذ كورس مثلاً مدته أسبوع فقط، من أنه هو يأخذ مثلاً 3 أيام 4 صار زين يترك الدواء. وهذا إحنا شيء يمكن دائماً حتى من خلال برنامج في الضحى أيضاً قاعد نشوف أن هناك صار في تثقيف توعية أكثر بهذا الجانب. فمشاهدين أكيد من هذا المنطلق إحنا دائماً نحرص على سلامتكم، فلا بد يكون هناك في التزام بما طبعاً أكيد ينصح الدكتور، لأن دائماً أنتم كدكاترة دارسين هذا المجال عارفين شنو الصح وشنو الخطأ. دكتور، عودة مرة ثانية إلى محور حديثنا أكيد فيما يتعلق بالعلاج، فيما يتعلق بهذه الأمور. إحنا يمكن تذكرت عدة عوامل اللي قد تسبب المرض، لكن لو نتحدث أكثر عن اللي هو السبب الرئيسي ممكن اللي ممكن يزيد أو يكثر من هذا المرض، خصوصاً لو كان أصلاً الشخص مريض. يعني الشيء الرئيسي اللي هو مثل ما تفضلت إنه التثقيف الصحي، هذا المرض من خصائصه إنه يجي فترات فعالية وفترات كمون، فعالية وكمون. فترات الفعالية قد تطول لأشهر، فترات الكمون قد تطول شهر شهرين حتى سنوات مرات. المشكلة الرئيسية إنه في فترات الكمون ما في أعراض، المريض يعتقد إنه شفه نهائيا من المرض، ما عنده أي أعراض، فيوقف العلاج. لمن وقف العلاج
ايش راح يصير؟ راح المرض يفعل. المشكله في فترات الكمون، حتى في فترات الكمون من الاعراض المرض قد يكون فعال. فاذا عندنا الفترات انه نتاكد المريض شو فيها شيئين، اول الاعراض، اثنين الفحص، الفحص الدم. بالاعراض ماكو اي اعراض، تفحصين الدم تشوفين اكو لا زال هنالك اثر للفعاليه مستمره، مثل ما تكونين خلي واحد على النار هادئه المريض ما يشعر بها، يعني الجسم عيتاكل، الكلى عتفقد وظائف قسم من وظائفها، القلب عيفقد قسم من وظائفها، فهي مستمره الفعاليه لكن المريض ما يشعر بها. وهذه هي الخطوره تكتكم من هنا. فالمريض لازم تقفي، حتى اذا ما عندك اعراض، صح ما عندك اعراض، لازم تستمر بالعلاج، لان هذا العلاج اكو فعاليه للمرض اللي هي حسب فحوصات الدم، ولهذا يجب ان نقضي عليها نهائيا. فاذا المريض استمر على العلاج وفهم هذه الجزئيه اللي هي جدا مهمه، اذا فهم هذه الجزئيه راح المرض يسيطر عليه بشكل جدا. قسم من الادويه اللي نعطيها هي ادويه تمنع هذه، قلنا المرض يجي خمود، فعاليه تمنع الفعاليه. نعم. تمنع الفعالية، فإذا وقف المرض، المرض راح يرجع فعالية، يسميها ريباند في نومين، ما يرجع فعالية مثل ما كان سابقا، يرجع فعالية كلش أكثر. قد المريض رأسا شوفي ما يدخل بالعيادة المركزة، ويعني الحالة تكون جاية صعبة جدا. نعم تكون صح فعلا، يعني في خطورة. طيب دكتور، بما أننا قاعد نتكلم عن هالنقطة، أنت ذكرت الأعراض بشكل عام، شنو هي أهم الأعراض اللي يشعر فيها المريض؟ أكو مقالة عندنا بالطب يقول لي تعرف أعراض الذئبة الحمراء الجهازية، أنت تعرف الطب كلهم. نعم. فأعراض الذئبة الحمراء الجهازية هي أعراض تشمل جميع أنحاء الجسم، تساقط شعر، الطفح الجلدي، والطفح الجلدي أنواع كثيرة، عند التعرض للشمس يصير عندهم حرق بسهولة للجلد، قد يصير بالدماغ، الدماغ قد يجي بحالات نفسيه، مريض يجي كله سايكوسيس او مثل الجنون. نعم. او المريض ما يشعر بنفسه، او قد يكون حالات صرع، قد ياثر على القلب. المريضه حديثا عندنا داخله بالنعاش، القلب ماله من مكان ما يشتغل 100% يشتغل 10% فقط، فتحتاج يعني سبورت للقلب، او تحتاج يعني انه نساعد القلب ماله حتى تشفى، وشفت الحمد لله. مريضه ثانيه عندنا الرئه صابت، الرئه ما تشتغل، فنخليه على جهاز انه يساعد الرئه في خلال هذه الفتره، والحمد لله شفت من المرض. فعندنا يعني تطورات المرض كثيره، والاجهزه الاخرى اللي تصاب عندك الكلى، الكلى من تقريبا 30 الى 40% قد يصيبون بمرض الكلى، وسابقا معظم المرضى يصير عندهم فشل كلوي. في الوقت الحاضر الحمد لله الشفاء من المرض او نسبه السيطره على المرض اكثر من 95%. اذا نرجع 20 30 سنه لا، معظم المرضى يصير عندهم فشل كلوي، وكثير من المرضى يتوفون يموتون يعني بسبب المرض. لكن في الوقت الحاضر هناك تطور طبي كبير، وممكن السيطره على المرض، ونعتقد انه ممكن الشفاء من المرض ولو هي فترات قلنا اكو خمود، نعتقد هاي الفترات اذا طالت كلش كثير، والمرض انه حسب فحص الدم ماكو اي فعاليه، احتمال هذا شفاء نهائي من المرض ان شاء الله. الحمد لله. فاحنا طبعا دائما نكون سعيدين لما قاعد نسمع هذه الاخبار، ان الحمد لله يكون في شفاء بنسبه 95%، يعني في نسبه كبيره ولله الحمد. يمكن حتى انت ذكرت بعض الحالات دكتور اللي كانت عندكم والحمد لله تم شفائها. طيب دكتور، لو نتحدث اكثر، يمكن انا من خلال معرفتي السابقه صراحه، حتى من خلال قراءتي عن المرض اكثر، ان في طبعا في يعني مراحل كثيره للمرض، يمكن نتكلم احنا عن الخطوره، ففي قد يكون ان هناك في هل أعرف طبعًا، بما أن أنت دكتور لازم تتأكد أكيد من هذه المعلومة، إن بعض الحالات قد يتدخل العلاج الكيماوي لمعالجتها. نعم، بالنسبة للعلاج هنالك علاج اللي للأعراض، آلام نعطي من سكنات آلام، حرارة نعطي مع الحرارة، طفح جلدي نعطي شيء للطفح الجلدي، هاي كلها أعراض تعتبر، وأعراض المعالجة الأمراض، الأدوية المعالجة. من ضمن الأدوية المعالجة الدواء الكيميائي قد يستخدم، مثل سايكلوفوسفامايد أحد الأدوية الكيميائية، ولكن في الآونة الأخيرة عدة تطورات كثيرة جدا، فعندنا الأدوية البيولوجية يسموها أدوية بيولوجية، اللي هي نسبة الشفاء منها بالحالات الصعبة قد تكون جيدة جدا. ولهذا في الحالات الصعبة التي لا يمكن علاجها في معظم الحالات، حتى في الأمراض الأدوية الكيميائية ممكن علاجتها بالأدوية البيولوجية. جميل جميل جدا. حتى أتوقع دكتور لما ونقطة مهمة جدا هنا، الحمد لله تختلف عن أوروبا، أنه في قطر والحمد لله
جميع هذه الأدوية البيولوجية متوفرة، ولو هي غالية جدا بس متوفرة، ولا يوجد هناك أي قيود على استخدامها بالنسبة للمرضى. فإنما الدول الأوروبية تستخدم في قيود كثيرة جدا، وقسم المرضى يحتاجوها بس ما يقدرون يستخدموها لأن القيود الموجودة. ولكن هنا والحمد لله أن الأدوية متوفرة، ممكن استخدامها بأي وقت ولأي مريض يحتاجها. الحمد لله. طبعا أكيد دكتورنا لما نتكلم إحنا عن جانب الصحة في دولة قطر فعلا جانب متقدم، خصوصا لما نتكلم إحنا عن الأبحاث اللي يسوونها، لما نتكلم عن الأدوية، لما نتكلم أيضا عن الأجهزة اللي دائما هم حريصين أن تكون موجودة في قطر. فالحمد لله 100,000,000,000 مرة على هذا الشيء. دكتور أكيد طبعا إحنا كان ودنا نتكلم أكثر وأكثر أكثر معك، لكن بشكل سريع حابة أخذ منك بعض النصائح لجميع مشاهدينا، خصوصا دكتور بما يتعلق بالتشخيص وضرورة التشخيص. التشخيص كان عندنا حملة قبل كم يوم، يومين ثلاثة، الحملة هي اليوم العالمي. نعم. وكان التركيز على شيئين، التركيز على الأطباء بصورة عامة، الأطباء البرايمري كير اللي هم بالصحة العامة، والأطباء بالباطنية، أنه يجب أن ينتبهوا أنه أي عرض من الأعراض اللي قد يجي بها المريض بس يأخذون التاريخ السريري للمرض. هل كان عندك مثلا طفح جلدي سابقا؟ هل كان عندك تقرحات بالفم؟ هل كان عندك أنه التهاب انتفاخ بالمفاصل؟ هل كان عندك التهاب في غشاء الرئة؟ فهذا يساعد على التشخيص، سرعة التشخيص، فيحولون المرض لنا. الجانب الثاني هو المرضى، كان التثقيف الصحي للمرضى، فجبنا الجانب للمرضى إلى مؤسسة حمد ونبهناهم على ضرورة اتباع نصائح الأطباء وضرورة التكمل، يعني يكملون بالعلاج حتى إذا ما كان عندهم أعراض، إلا إحنا نقول لهم توقفوا المرض. نعم. النقطة الثالثة اللي هي جدا مهمة اللي ما صار عندنا مجال يمكن نذكرها، راح تحكين عليها يعني الحمل، الحمل. نعم. كويس. بالنسبة للحمل، بما أنه هذا المرض يصيب الناس بين تقريبا 15-35 أو 15-45 سنة، فهذه تعتبر في خلال فترة الحمل، والمرض يصيب 9 إناث لشخص ولرجل واحد، فالمرض 90% يصيب الإناث ويصيبهم خلال فترة الحمل، ولهذا هناك علاقة جدا وطيدة بين الحمل والمرض. المرض نفسه قد يؤثر على الأم الحامل وقد يؤثر على الجنين. المرض كذلك الحمل نفسه، الحمل قد يؤثر على المرض وينشطهم، ولهذا لا يجوز لأي امرأة أن تبدأ بالحمل إلا يكون عند المرض غير فعال أقل شيء 6 أشهر غير فعال. بعد أن بدأت بالحمل إن شاء الله الحمل يتم بصورة جيدة، وعندنا مرضى كثير حمل جيد جدا. الشيء الرئيسي هنا في قطر اللي هو متطور جدا بالنسبة حتى لقسم من الدول الأوروبية أنه انتبهوا إلى هذه النقطة. فعندنا دكتورة اللي هي رئيس القسم سمر العمادي ما شاء الله عليها، نشطت جدا، هي أحسن واحدة بالدول الخليج، أنشأت هذه العيادة خاصة، عيادة خاصة وهي عيادة الحوامل بأمراض الروماتيز. نعم. عيادة الحوامل بأمراض الذئبة الحمراء. نعم. فمتابعة المرضى في هذه العيادة الخاصة اللي هي جدا مهمة، النتائج مالها جيدة جدا الحمد لله، البحوث عليها ما شاء الله، وحتى أنتجوا النتائج مالها مقارنة بالدول الأوروبية نفس النتائج مال الدول الأوروبية إذا ما أحسن. الحمد لله. فهذا تطور جيد جدا. طبعا الحمد لله، إحنا دائما نطمح للأفضل سواء في هذا المجال أو حتى المجالات الأخرى. دكتور عبد الوهاب العلاف استشاري أول بقسم أمراض الروماتيزم في مؤسسة حمد الطبية، يعطيك العافية، وفعلا شكرا على هذه النصائح والمعلومات اللي قدمتها. شكرا لك. شكرا. يعطيك العافية. إذا مشاهدينا نقدر نقول لابد يكون هناك طبعا من قبلكم دور متكامل، قبلكم وقبل الأطباء، على أساس أن أنتم سواء هذا المرض أو حتى كافة أمراض أن أنتم تتفادونها. أما الحين مشاهدينا يمكن هذه هي آخر معلومة احنا قدمناها لكم فيما يتعلق بجانب الطب. ننتقل من جديد إلى جانب بورصة قطر مع زميلتنا سلام عمرو، نشوف أهم الأشياء في المؤشر والتغيرات اللي طرأت عليه. فنقول لك أسعد الله صباحك بكل خير من جديد. نعم، صباح الخير مرة أخرى شوق، أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن المؤشر العام بعدما كان قد ارتفع منذ قليل إلى مستوى 10,063 نقطة، عاد وانخفض ليصل إلى 10,060 نقطة. الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة كانت فودافون قطر، لازالت في الصدارة كما كانت بالأمس، الميرا جاءت ثانيا، ومن ثم بنك الدولة
الدوحة البنك التجارية وقطر الأول. أما الشركات الأكثر ارتفاعاً في الصدارة: الخليج للتأمين، الدوحة للتأمين، الإسلامية للتأمين، التحويلية وبنك قطر الأول. إذن يعني الشركات المرتفعة جميعها في قطاع التأمين باستثناء بنك قطر الأول. وجدنا بأن الشركات الكبرى مثل مجموعة بنك قطر الوطني وأيضا أريد وقود هذه الشركات قد انخفضت، مما أدى إلى عدم ارتفاع المؤشر العام سوى لفترة قصيرة جدا. لكن للمزيد من التفاصيل حول مسار المؤشر العام والعوامل الخارجية والداخلية التي ممكن أن تؤثر على ارتفاعه أو انخفاضه، يسعدنا أن نستضيف الدكتور عبد الله الخاطر، رئيس التنفيذي لشركة الأمل العالمية للاستثمار. يعني دكتور، اليوم المؤشر العام ارتفع لفترة جدا قصيرة على الرغم من أن أسعار النفط العالمية فوق مستوى 51 دولارا للبرميل، بعكس الأسبوع الماضي التي شهدت انخفاضات وكانت ضمن نطاق أو ضمن أسعار الأربعينيات. لكن هل ممكن أن نقول بأن هذه الأسعار مرشحة للارتفاع أسعار النفط العالمية في ظل وجودها فوق مستوى 51 دولارا للبرميل، أم أنها سوف تستقر على هذا المستوى دون العودة إلى أربعينات؟ مرحبا سلام، ومرحبا الأخوان المشاهدين. الخبر اليوم الاتفاق ما بين السعودية وروسيا على استمرار تجميد الإنتاج كان له وقع جيد على أسعار النفط، ولذلك شفنا طبعا سعر الحقيقة يتحرك بسرعة لأعلى بقليل من 50 دولار. لكن طبعا ما فيش هناك تعالق مباشر ما بين سعر النفط وطبعا التقييم المؤشر داخل البورصات، هذا طبعا ياخذ فترة بعد ما تتحول الأسعار هذه إلى تدفقات نقدية، والتدفقات النقدية تتحول إلى طبعا الميزانيات العامة، وممكن طبعا تحويلها إما إلى مشاريع جديدة أو وصول التدفقات النقدية هذه إلى المؤسسات داخل الدولة وإلى طبعا المؤسسات المالية خاصة البنوك بشكل عام، وهذا يأخذ فترة ما بين يمكن 3 شهور أو أكثر بعض الشيء، ولذلك ما هنالك. لكن طبعا اللي نشوف أن البورصات بشكل طبيعي هناك تذبذب مستمر ما بين العرض والطلب، حاجة كثير من المستثمرين أو جني أرباح أو حاجتهم للسيولة، أو طبعا في بعض بورصاتنا خاصة والبورصات العالمية ما قبل فترة الصيف تدخل مرحلة تباطؤ، وكثير من المستثمرين طبعا يرتب مراكزهم داخل البورصة داخل محافظهم علم على اطلاع انه المرحلة القادمة مرحلة الصيف والإجازات مرحلة عادة ما يكون فيها هدوء كبير مقارنة بقية السنة. طبعا في المنطقة يأتي رمضان المبارك قبل الإجازة، ولذلك أنا أعتقد يعني في توقع لهدوء، ولذلك كثير من المستثمرين طبعا يرتب محافظة ويستعد للدخول في الفصل. يعني هل تعني بأن هناك ممكن أن يكون هناك إحجام عن الشراء بالنسبة للكثير من المستثمرين؟ المتوقع بشكل عام أنه طبعا التداول في البورصة يأخذ مستوى أقل من المتوسط خلال مراحل التداول، ولكن لأنه أصلا التداول كان ضعيف فيمكن التراجع في التداول بشكل عام ما يكون كبير السنة هذه زي السنوات أو زي الأسواق الأخرى. نعم. الدكتور عبد الله الخاطر، رئيس التنفيذي لشركة الأمل العالمية للاستثمار، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا، نذكر بأن المؤشر العام في ثاني جلسات هذا الأسبوع ينخفض ويصل إلى مستوى 10059 نقطة، على الرغم أنه كان قد ارتفع لفترة وجيزة وقصيرة خلال التداولات الصباحية أو خلال النصف الأول من التداولات الصباحية. هذا الانخفاض جاء يعني بتأثير من انخفاض بنك قطر الوطني، مصرف وأيضا وقود وأريدو.
إلى هنا ننهي هذه الجولة القصيرة من بورصة قطر للأوراق المالية. الآن عودة إلى شوق وتكملة ما تبقى من فقرات في برنامج فيضح. سلام، يعطيك العافية وشكرا لك أكيد، والشكر موصول أيضا لضيفك الكريم على هذه المعلومات. مشاهدين المهتمين في بورصة قطر، أتمنى فعلا استفدتوا من أهم وأبرز المعلومات التي تتعلق بالبورصة وأيضا تتعلق بالمؤشر وسبب الانخفاض. أما الحين مشاهدينا راح ننتقل إلى شيء آخر، لكن مواضيع أخرى بانتظارنا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، صباح الصحة والابتسامة والطاقة. لما نتكلم هنا عن الصحة رح نتكلم أيضا عن جانب الأطعمة، فنقدر نقول كان هناك طبعا اليوم حفل خاص بالمسابقة اللي تتحدث عن الأكل الصحي، وهي كتاب الوصفات الصحية. تفاصيل أكثر أكيد رح نعرفها مع زميلنا عمر الشمري، فنقول لك أسعد الله صباحك. صباح النور والعافية أختي شوق، تحية لك وتحية إلى مشاهدين شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا صبحكم الله بالخير، متواجدين مع بداية هذا الصباح في وزارة الصحة للتعرف على تفاصيل هذه المسابقة تحت عنوان الطبخ صحي. طبعا هناك اليوم تكريم للفائزين في هذه المسابقة، بنتعرف أكثر على هذه التفاصيل مع الشيخة الدكتورة العنود الثاني. مرحبا ومسهلا فيك الشيخة. أهلا مرحبا فيكم. كلمينا عن هذه المسابقة، متى انطلقت لما وصلتوا لمرحلة التكريم اليوم؟ هذه المسابقة جزء من تنفيذ خطة العمل الوطنية للتغذية والنشاط البدني. انطلقت خطة العمل الوطنية سنة 2011 كجزء من تطبيق استراتيجية قطر الصحية وجزء من تطبيق رؤية قطر 2030. الجزء من هذه الاستراتيجية ان احنا نبني مجتمع صحي عشان نقلل عبء الأمراض المزمنة زي أمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض السكر وغيرها. فجزء منها تم إطلاق الدلائل الإرشادية للتغذية لدولة قطر لأول مرة في دولة قطر عام 2015. فجزء من تنفيذ هذه الدلائل تم إطلاق مسابقة الطبخ الصحي لحياة صحية في مهرجان الأغذية عام 2016. كان لكم تواجد في مهرجان الأغذية اللي كان عندنا قبل فترة في الدوحة وأطلقتم هذه المسابقة. اليوم في تكريم للفائزين، إيش المعايير اللي استندتم عليها لتقييم هذه الوصفات الصحية؟ المسابقة هي بصراحة أجمل جزء فيها إن إحنا نخلي المجتمع يشارك بالوصفات الصحية. فالوصفات الصحية اللي جات لنا تعكس المجتمع وتعكس التراث القطري، وكان فيها يعني وصفات متعددة زي المقبلات زي الوجبات الرئيسية زي الحلويات، وجميعها طابق المواصفات الصحية والاشتراطات الصحية للدلائل الإرشادية لتغذية دولة قطر. الشيخ العنود، أنا سمعت إن في مسابقة ثانية تتلو هالمسابقة وتكون يعني تقريبا حاملة نفس الطابع، اللي يبي يشارك في هالمسابقة نبي أيضا نوصل هذه المعلومة للمشاهد الكريم. قبل هالمعلومة أنا جدا جدا فخورة بالمسابقة اللي قدمت الأولى، بحيث أنه كان عندنا أكثر من 70 وصفة قدمت من المجتمع القطري سواء قطريين أو غير قطريين شاركوا فيها ومن جميع الفئات العمرية. والجميل أن 57 وصفة طابقت الدلائل الإرشادية للتغذية وكان فيها إبداع في الوصفة نفسها. فإحنا اليوم جدا فخورين، الخمسة الفائزين هذول الأوائل ممتازين، لكن إحنا نفتخر بكل من شارك في هالمسابقة. وإذا بتعكس هالمسابقة تعكس الوعي اللي وصل للمجتمع القطري بأهمية الغذاء الصحي. وحنا أيضا بدورنا نشكركم على هذه البادرة جدا طيبة، وندعو السادة المشاهدين اللي يشوفوننا الآن من خلال شاشة تلفزيون قطر أنهم يدخلون موقع وزارة الصحة، أكيد بيعلنون عن المسابقة الجاية أو يتواصلون مع وزارة الصحة عشان يشاركون في هذه المسابقة الجميلة، ما بيقصرون معاكم. شكرا سعادة الشيخة العنود بنت محمد الثاني، شكرا لك. العفو أخوي، شكرا جزيلا. إذا مشاهدينا كنا في نقل مباشر معاكم من وزارة الصحة واطلعنا على تفاصيل مسابقة طبخ صحي التي تقام تحت إشراف وزارة الصحة. نشكرهم على هذه الجهود ونشكركم على حسن المتابعة. نرجع إلى الزملاء في الاستوديو.
يعطيك العافية زميلنا عمر، وشكرا أيضا لضيفتك الكريمة على هذه المعلومات، وموفقين إن شاء الله. وهذه أيضا دعوة للمشاهدين، تقدرون تطلعون وتشوفون أهم وأبرز الأشياء أكيد في موقعهم الرسمي. من هذه الفقرة أكيد رح ننتقل إلى شيء مختلف، رح نتكلم عن الشباب، رح نتكلم عن الطاقات طبعا، وتحديدا رح نتكلم عن جامعة قطر، حيث نظم نادي الفلك بجامعة قطر بالتعاون مع النادي العلمي طبعا، اللي هو اللي نقدر نقول مؤتمر علوم الفلك الأول في الدولة. طبعا كان هناك مشاركة واسعة ومختلفة متنوعة من العلماء طبعا سواء في قطر أو حتى خارج قطر. تفاصيل أكثر رح نعرفها عن هذا المؤتمر، لكن مع ضيفتنا لهذا اليوم الدانة علي اليافعي، مديرة العلاقات العامة بنادي الفلك. أسعد الله صباحك بكل خير، حياك الله معنا. الله يحييك. في البداية طبعا نفس ما ذكرنا طبعا، هو هذا الشيء جدا مهم مميز، خصوصا يعتبر يقام طبعا لأول مرة في قطر، نقدر نقول هو بداية ولبنى طبعا لبناء المجتمع، وإن شاء الله هذا المؤتمر يكمل ويتواصل سنة عن سنة. فبداية تحدثينا عن السبب الرئيسي من أن أنتم تطلقون نفس هذا المؤتمر. بالبداية كان الهدف من أطلق هذا المؤتمر هو أن تسليط الضوء على أهمية علم الفضاء وعلم الفلك، وكنا بعد نبي نصحح بعض المفاهيم بعلم الفلك وننشر بعض المعلومات الفلكية للطلاب والمجتمع أيضا، وأن يكون هذا الملتقى يجمع الشباب المهتمين بعلم الفضاء وعلم الفلك أو الشباب المهتمين بالهندسة والعلوم. وأيضا كان هذا المؤتمر يجمع بعض الناس المهمين في علم الفضاء وعلم الفلك، وكان في أيضا الكثير من الفعاليات اللي متعلقة في علم الفلك. نعم أكيد فعاليات كثيرة راح نتطرق لها، لكن خلنا أنا وأنت أكيد والمشاهدين ننتقل ونشوف الفعالية نفسها، المؤتمر نفسه والأجواء شلون كانت في هذا التقرير. والله الحمد، يعني جامعة قطر فتحت الأبواب من حيث أنها سمحت لإنشاء جمعية فلكية في الجامعة، واللي تعتبر الأولى في دولة قطر كجمعية فلكية، وبدأ إن شاء الله بدينا نحصد ثمار يعني إنشاء الجمعية هذه، والحمد لله المؤتمر هذا يعتبر الخطوة الأولى إن شاء الله. يعني شاركت الجمعية في كثير من النشاطات والفعاليات المحلية، وقامت بإنشاء كثير أيضا من برامج التوعية للجميع. الفايدة من المؤتمر هو ان احنا هننشر علم الفلك بشكل عام بصورة جديدة في كل المجتمع، خصوصا المجتمع القطري، وده بيهدف لفكرة انه احنا مع الخطة الاستراتيجية لتطوير علم الفلك في قطر. مفهوم مصطلح علم الفلك اصلا، لان هو بالنسبة للشرق الاوسط عامة شكل لو مشكل على بشكل محلي اكتر في قطر مش موجودة مصطلح علم الفلك، ودايما بيرتبط بعلم التنجيم او بعض العلوم اللي هي يقول لك ما لهاش لازمة اصلا ندرسها، فبذلك احنا بنسعى ان احنا نشر توعيه بعلوم الفلك. اذا مشاهدينا يمكن شفنا بعض اللقطات اللي يمكن من الموقع نفسه لما كان المؤتمر طبعا في قاعه ابن خلدون في جامعه قطر، يمكن هاي احد الفعاليات اللي شفناها، فلو نتكلم اكثر عن اهم وابرز الفعاليات اللي طبعا تخللت المؤتمر. كان في الكثير من الفعاليات، ومن أهمها كانت في محاضرات، وأيضا كانت في مناظرة بين الطلاب، وكان عنوان المناظرة أنه سيرسل هذا المجلس الناس إلى المريخ بلا عودة، فكان في فريق المؤيد وكان في فريق معارض لهذه الفكرة، وأيضا كانت في ورشة تصوير فلكي، يعني علمون الناس شلون نصور الأجرام السماوية مثل المجرات أو السدم، فهذا كان طالب يعطي هذه المحاضرة. وأيضا كانت في بعض محاضرات عن تجارب بعض الناس في مجال الفلك أو مجال الناس اللي هي مهتمة في علم الفضاء وعلم الفلك. جميل والله، أنا قاعد نشوف يعني ما شاء الله باقة مختلفة من الفعاليات أنتم تقدمونها في هذا المؤتمر. يمكن حتى شفنا من ضمن الأشياء في محاضرات اللي هي كثيرة، فلو نتحدث عن أبرز والعناوين اللي أنتم فعلا حرصتوا أنها تكون من خلال طبعا هذا المؤتمر. أول محاضرة كانت محاضرة عن دورة النشاط الشمسي، كان يقدمها الشيخ سلمان. فتكلم عن بعض المعلومات اللي تخص دورة الشمس، وبعدين كانت في محاضرة عن الإنسان والكون قدمها المفكر جاسم السلطان، وبعدها كانت في مسرحية هي إن شلون تطور علم الفلك
يعني من زمان، شلون مثلا كانت الحضارات تستخدم علم الفلك، كانت تستخدم مثلا بالزراعة، فكانت تدرس هذا العلم فقط للزراعة والحصاد. بعدين تطورت النظريات يوم طلعوا علماء تكلموا عن مركزية الأرض، أن الأرض كانت هي مركز الكون. فبعدين طلعوا علماء بعد ثانيين أنفوا هذه النظرية، فقالوا أن لا، مثلاً الشمس هي مركز الكون. وتكلموا عن العلماء اللي كانوا يتكلمون عن وجود الكواكب الخارجية أو النظم الخارجية، نظم يعني نظام نفس النظام الشمسي مانا لكن نجوم ثانية. وبعدين تكلم عن أينشتاين النظرية النسبية، وبعدين عن العالم هابل يعني مكتشف أن المجرات قاعدة تبتعد عن بعض، فهذه النظرية كانت على أن الكون فعلا قاعد يتمدد. فهذه كانت مسرحية، كانت يعني كوميديا وعلمية بنفس الوقت عشان نجذب انتباه الموجودين الحضور. نعم. يعني الجميل بالموضوع عندنا ان انتم فعلا كنتم طلاب جامعات قطر اخذتوا نفس هذه الفكره، وان الحلو ان انتم اخذتوا كل المراحل التطورات وصولا الى اخر شيء ممكن صار في شيء جدا جميل اللي هو مسلي الترفيه وبنفس الوقت الثقافه. هل هذا كان فقط عمل طلاب جامعه قطر هذه المسرحيه نتكلم عنها؟ اي نعم، كانت فكره طلاب جامعه قطر فقط، هم اللي طلعوا ومثلوا وهم بحثوا يعني وشان طورت هذه النظريات فقدموها كمسرحية. نعم، والأجمل أن مشاهدينا أيضا من ضمن الأشياء المميزة اللي كانت في المؤتمر أن هناك كان في تضمنت قصص النجاح طبعا لأشخاص كانوا من الناس، يمكن من ضمنهم المهندس مشعل الشهراني، فتحدثينا أكثر عن هذه التجارب وأيضا تحدثينا عن استفادة الطلاب لنفس هذه الأمور. يعني احنا استقبلنا واستضفنا المهندس مشعل الشهراني، هو اول سعودي يشتغل في شركة ناسا، فطلع وتكلم عن تجربته كيف انها كانت تقريبا شبه مستحيلة، لكن انه قدم اوراقه وسوى البحث ماله، فشركة ناسا وافقت على البحث ماله، فانضم لهم في مشروع اللي هو المايكرو جرافيتي، انه يسوي يعني يعدم الجاذبية تكون في الأرض عشان يسوون بعض الأبحاث اللي كانت أساسا تكلف ناسا ملايين مليارات الفلوس عشان يسوون بس هذه التجارب في الفضاء. فوافقوا على هذا البحث فأخذوه. فأكثر شيء كان كلامه تحفيزي للطلاب، إن مثل ما قلت شركة ناسا تهتم بمجالات الأبحاث العلمية أو مجالات الفضاء. فمعظم الطلاب اللي هناك كانوا مهتمين بالفضاء والفلك أو مجالات العلمية، معظمهم طموحهم منهم طبعا يدخلون هذه الوكاله، وكالات ناسا. فكان حديثه يعني حضاره تحفيزيه للطلاب، وطبعا هذا الاجمل. واكيد يمكن انتم هذا الشيء اللي حرصتوا على ان تقدمونه للطلاب بخصوص المهتمين. نرجع ونذكر ونقول ان كانت الدعوه اكيد عامه لكل الاشخاص محبي هذا المجال طبعا، فيعطيكم العافيه كطلاب. عافيك. اكيد وانا فعلا فخوره وسعيده كوني انا ايضا طالبه من طلاب جامعه قطر لما نشوف احنا اليوم هذه الانجازات. فدانا علي اليافعي مدير العلاقات العامه بنادي الفلك، شكرا لكم. شكرا. وان شاء الله موفقين سواء في هذا المؤتمر اللي انتم قدمتوه وان شاء الله المؤتمرات القادمه بإذن الله. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا فعلا أنا جدا سعيدة لما قاعد نشوف أن هذه إنجازات وأفكار لطلاب من جامعة قطر، الهم والشغل الشاغل لهم اللي هو أن هم يطورون من نفسهم وأيضا يطورون من مواهب الطلاب الآخرين، والتثقيف أهم ما طبعا يلجون إليه هو التثقيف بالمصطلحات الفلكية. إذن يعطيهم العافية، موفقين إن شاء الله. مشاهدينا أكيد راح نتكلم عن مواضيع كثيرة مختلفة لكن بعد هذا الفاصل. أحبتنا من جديد وأسعد الله صباحكم وينما كنتم تتابعونا داخل قطر أو حتى خارجها. مشاهدينا، يمكن في بداية الحلقة لهذا اليوم ذكرت النقطة اللي هي بدأ العد التنازلي لطلابنا والاختبارات، فعشان كذي احنا لازم نسلط الضوء أكثر على هذا الجانب، لازم ان احنا نهيئهم سواء من ناحية النفسية أو حتى العلمية، وأهم شيء نعطيهم الثقة بالنفس. حيث طبعا الثقة بالنفس تعد من أهم العناصر المكونة لشخصية الفرد وتؤثر بشكل مباشر على علاقته سواء منذ طفولته مع العلاقة مع المجتمع مع الأسرة وأيضا منهم حتى
حوله، وهناك طبعا العديد من الخطوات والطرق المعتمدة لبناء شخصية واثقة من نفسها، وتقدر أن هي تبني مستقبل مبهر لنفسها وتساهم أيضا في تطوير مجتمعها. الحديث أكثر عن أساليب بناء شخصية الطفل ودعمها خاصة في فترة الامتحانات، يسعدنا نستضيف معنا السيد يوسف حمد السويدي، أخصائي إرشاد أسري. أسعد الله صباحك أستاذ ويعطيك العافية. أسعد الله صباحكم بكل خير. يعطيك العافية. يعني أستاذ بشكل عام إحنا لما نتكلم اليوم عن الثقة بالنفس أكيد بلا شك لها أثر كبير سواء على الاستقرار لدى الطفل، جوانب عديدة مختلفة تتأثر بهذا الجانب، فنتحدث أكثر عن الثقة بالنفس وكيف ممكن نعززها لدى الأطفال. بالنسبة للثقة بالنفس تعزيزها لدى الأطفال، يعني أهم شيء يكون عنصر رئيسي موجود في الأسرة اللي هو الاستقرار الأسري. إذا كان الاستقرار الأسري موجود، هاي سبب رئيسي إنه يخلي الأولاد والأطفال تكون عندهم ثقة بالنفس، ونقدر يكون عندهم دافعية للتشجيع، دافعية لتقبل الإنشادات، دافعية للإبداع في مواهب مدفونة عندهم. هاي متى يتحقق؟ إذا كان في استقرار أسري بداية. في أشياء ثانية موجودة لابد أن تكون موجودة في التربية، اللي هي مثل أول شيء إعطاء الطفل يعني مساحة ليتكلم عن نفسه، إعطاء الطفل مساحة كافية كذلك للعب، إعطاء الطفل مساحة للتعبير عن مشاعره. كل هالأشياء هذه سبب رئيسي تخليه أنه يبني ثقة صح، يبني ثقة صحيحة. كذلك من الأشياء الأساسية المفروض يركزون عليها الوالدين اللي هو مشاركة الأولاد في ألعابهم، مشاركة الأولاد في اهتماماتهم، تشجيعهم على هالشيء في الأشياء الأساسية. كذلك أن نسمع أولادنا، يعني تكون لنا مساحة أن نسمع فيها الأولاد يعبرون عن مشاعرهم، لا نكبتهم. الحوار لابد أن يكون بين الوالدين وبين بين أطفالهم، هالشيء رئيسي أن يكون فيهم دافعية وفي ثقة بالنفس. بلا شك طبعا، يعني نقدر نقول أستاذ الأساس أكيد هو يكون على عاتق الأسرة، أن هي من طبعا تبني شخصية لدى أطفالها ولدى طلابنا. طيب بما أن احنا قاعد نتكلم عن بناء الشخصية، لو فعلا في الحمد لله كان هناك بناء شخصية من الأساس من الأسرة، كان في دعم كافي من الأسرة، أكيد هذا الشيء راح يرجع بالأمر الإيجابي على شخصية الفرد حتى صحيح. على الامتحانات. طيب لو ما كان في هذه الثقة، شلون أن احنا يمكن كأهل أو حتى كمدرسة تعزز هذا الجانب؟ أول شيء المدرسة دورها دور ثانوي مش دور رئيسي. نعم. دور رئيسي يجي على عاتق الوالدين. عاتق الوالدين مثل ما قلت لازم أن يخصون وقت كافي حق أولادهم، لابد هاي شيء أمر أساسي. إذا ابتعاد الوالدين عن أولادهم، دور المدرسة يعني دور تعليمي أكثر ما يكون دور تربوي. نعم. لابد حتى المدرسة أن عليها تصقل الأطفال بالأنشطة، أن الأنشطة الجماعية تعزز الثقة في نفس الطفل. نعم. الأنشطة مشاركته في الأنشطة الجماعية تعطيه مساحة، المعلم نفسه يعطيه مساحة للطفل أن يتكلم في مواضيع خاصة بالدرس أو خارج الدرس، هاي كلها تعزز الثقة بالنفس. الثقة بالنفس عنده. نعم. التعامل مع أغرانه لابد هالشيء أساسي، كيف أن الوالدين يعلمون أولادهم شلون يتعاملون مع أقرانهم في المدرسة. نعم. يعني من ناحية أنشطة جماعية، من ناحية الاحترام، من ناحية التقدير، من ناحية التسامح، من ناحية كل هذه القيم لابد أن تكون موجودة ومزروعة في نفس الطفل. الصدق، الصدق، الذكاء، هاي كل هالأشياء هذه متى تبرز إذا تم تنشئته في البيت. نعم. نقدر نقول يعني فعلا التنشئة هي الأساس أكيد في ما يتعلق بهذا المجال. طيب يعني أستاذ، بما أن احنا فعلا على أبواب الامتحانات، فلو حابين أكيد تعطينا نصيحة أو بعض النصائح اللي ممكن الأهل يتبعونها لتهيئة طبعا نفسية الطالب، خصوصا أنه يمكن ضغط
بنهاية الفصل، فشنو الأشياء ممكن يتبعونها؟ يعني أول شيء نزرع في أولادنا عدم الرهبة من الاختبارات، هالشيء رئيسي، إن هاي اختبار مجرد كتحديد مستوى انتقال مرحلة أعلى بس، ما نوضح لهم أن هذه اختبارات تبني عليك مستقبل أو تبني عليك. بعض الوالدين للأسف يزرعون هاي ويستخدمونها عشان كذي أنا حبيت أتكلم أكثر عن هذا الموضوع. نعم. يستخدمونه كسلاح ضد الأولاد، إذا أنت ما قدمت مستوى زين معناته بتكون عقوبتك كذا، حرمان من أشياء، أو هاي كلها تزرع في الطفل للأسف، ما تزرع في تحدي مثل ما يعتقدون، لا تزرع فيه سلبية، تزرع فيه سلبية، تزرع فيه تشتت، عدم التركيز، كل هالأشياء هذه تكون موجودة في نفس الطفل في وقت الاختبارات. لا، على الوالدين أن وقت اختبارات تهيئة نفسية أن هذا مجرد أول شيء قبلها المراجعات الدورية اللي تصير. نعم. طول العام الدراسي هذا شيء رئيسي لابد تكون من الوالدين تجاه أولادهم، مراجعات الدورية، بعد مراجعات دورية يأتي فترة الاختبارات هذه أن خلاص أن الولد جاهز تقريبا حق الاختبار، فما يحتاج أن يكون يعيشون تحت ضغط نفسي، تحت مكافآت أو تحت حرمان، ما يحتاجون حق الأسلوب هذا، خلاص أن يكون الولد متهيئ وجاهز حق الاختبارات، والجو في البيت يكون جو تشجيعي أكثر ما يكون جو يعني كتم الطفل، منع من وايد أنشطة كان يسويها، منع من وايد أشياء كان متعود عليها طول فترة العام الدراسي، فهذه بتكون تزرع في الطفل سلبية أكثر ما تطلع إيجابية. نعم أستاذ يوسف، يعني فعلا أشكرك أكيد على تطرقك لهذه النقطة، لأن فعلا اليوم إحنا يمكن قاعد نشوف أن في هناك مثلا بعض المفاهيم الخاطئة، أنا لا أنا راح أقول لها ادرسي 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 أو ادرس ادرس ادرس، ويكون هناك في ضغوطات أن لا إذا أنا ضغطت عليه يعني هو راح يطلع المعدل أو النتيجة، لكن هما ما يدركون أنك نفسية الطالب شلون راح تكون خصوصا مع هذا الضغط، خصوصا يمكن يكون هناك في المقابل الحرمان نفس ما ذكرت في هذه النقطة. طيب لو نتكلم أكثر وندقق على كلمة الحرمان، الحرمان بشكل عام أكيد هذا راح يولد طاقات سلبية، فإحنا شلون ممكن تكون هناك، ما نسميه حرمان لكن ممكن أن إحنا مثلا كطفل ولا معاقبة نعطيه الكلام التشجيعي بس بطريقة أن في نفس الوقت يعني احنا قاعد نقول له تشجع هاي، لكن في نفس الوقت ان اذا انت ما سويت هالشيء لكن بطريقه تكون غير عدوانيه. يعني مثلا ان تشجيع شلون؟ نحن اول شيء لابد الوالدين يثقون بقدرات اولادهم، كيف يثقون بقدرات اولادهم؟ لما يشوفون مستواهم طول العام الدراسي، مستواهم للدراسة كيف كان تأهيلهم، حتى أنا في نقطة هي أساسية بتكلم عنها حتى في أسلوب المراجعة في أسلوب الدراسة طول العام الدراسي، أن على الوالدين يعني أول شيء يتركون فترة مساحة الدراسة معروفة في اليوم حق الأولاد حق الطفل، مثلا إذا كان محدد له مثلا فترة العصر فترة دراسة من الساعة كذا للساعة كذا، يترك الوالدين يتركون أولادهم يراجعون مثلا دروسهم أو يحلون واجباتهم خلال الفترة هذه، في نهاية الفترة يجون يتبعون وراهم هل هم أنهوا المراجعة الأساسية أو حلوا الواجبات أو لا، فإذا ما كان، لكن للأسف إحنا أسلوب الدراسة حتى عند الوالدين كان يستخدمونه بأسلوب خاطئ، أنه جيب كتبك تعال افتح كتبك خلنا أشوف إيش حليت، إيش الواجبات اللي عليك، إيش الأشياء المفروض أنك تجهزها، المراجعات هاي تكون بأسلوب سلبي ما تكون أسلوب إيجابي، لكن لما نعطي ولد أو طفل بشكل عام نعطيه فترة معينة للمراجعة وبعدين نتابع وراء، هذه تكون في النهاية أول شيء تزرع عنده أن الدافعية للتعلم أكثر، تزرع عنده أن اعتماد على نفسه، تزرع عنده أن خلاص أن ممكن في النهاية تهيئ نفسيا حق فترة الاختبارات اللي بتكون الحين. نعم نقدر نقول بشكل عام يعني دور متكامل أيضا بين الأهل وبنفس الوقت بين الطلاب، لازم أيضا الطلاب أن هم يشدون على نفسهم أكثر أكيد خصوصا في هذه الفترة، وأن مثلا لو نفس ما ذكرت لو كان عندهم فترة معينة من الدراسة أنهم بقدر المستطاع يحاولون يخلصون في هذه الفترة. طيب أكيد نختتم حلقتنا لهذا اليوم بنصيحة أخيرة توجهها للطلاب وأيضا للأهل. أول شيء أنصح الطلاب أن يأخذون هالاختبارات مش يأخذونها بأسلوب تحدي،
التحدي يتحدون نفسهم فتره الاختبارات هذه، انه خلاص هذه انا مجرد فتره اوريدي انا فاهم المناهج عارف الدراسه، فتكون فتره تحدي لهم للافضل وللاولياء الامور للاهالي. اتمنى ان ما يزرعون فكره الحرمان اذا انت ما جبت المستوى اللي احنا نبيه، معناته ان بنحرمك من هالشيء، ما بنكافئك المكافاه المطلوبه اللي هم يوعدون فيها. ان اطلب حتى من اولياء الامور ان ما يوعدون اولادهم بشيء اذا هم جابوا حققوا نتائج باهره، يعني حققوا النتائج المطلوبه منهم، فهذا شيء سلبي. لا، ان اوكي هذه اختبارات انت اد اللي عليك، واحنا ان شاء الله يعني بنكون معاك سند ودعم. هاي المفروض يكون بالنسبه للوالدين ان شاء الله. يوسف حمد السويدي اخصائي ارشاد اسري، يعطيك العافيه استاذ، وشكرا على هذه المعلومات اللي قدمتها لنا. الله يسلمك، يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا نرجع نقول طبعا الدور هو مش فقط يتكلل طبعا على الاسره، لا على الاسره وايضا بنفس الوقت على الطلاب، وان شاء الله طلابنا فيهم الخير وبركه ويشدون حيلهم ويفرحونا باعلى النتائج والنسب. اما الحين مشاهدينا نقدر نقول وصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج في الضحى. اللي ما شاف الحلقة طبعا أو ما شاف الفقرات لهذا اليوم يقدر يشوف الإعادة ساعة ثنتين على مواقعنا الموحدة باسم www.qtv.qa، طبعا سواء برنامج في الضحى أو حتى البرامج المختلفة اللي تقدم على شاشة تلفزيون قطر تقدرون تتابعونها على هذا الموقع. أما الحين فعلا وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، مع سايل أقول لكم في أمان الله وبحفظه. Thank you.